مشاهدي قناة مساواة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مترو الصحافة، والذي سنقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. لكن بداية دعونا ننتقل معكم إلى وسائل الإعلام العالمية والعربية كيف تناولت عناوينها ونعود. نبدأها من RT عربية: غوتيريش يدون قصف التحالف العربي لحفل زفاف في اليمن. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لحفل زفاف في محافظة حجة اليمنية، الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. روسيا اليوم: أيضاً الخارجية الروسية لا اتفاقات تقيدنا حول توريد منظمات S300 لسوريا. أما وكالة الأناضول التركية: غوتيريش يطالب بتحقيق في غارة استهدفت عرساً بحجة اليمنية. وفي BBC: غارة للتحالف تقتل رئيس الذراع السياسي للحركة الحوثية في اليمن. وبحسب الموقع نقلاً عن قناة المسيرة التلفزيونية أن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي قتل يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. فرانس 24: أعلن الحوثيون مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الذي يعتبر السلطة العليا لديهم في غارة شنتها قوات التحالف على محافظة الحديدة في غرب اليمن، وتم اختيار مهدي محمد حسين المشاط بدلا عنه. أما الشرق الأوسط اللندنية فتساءلت في عنوانها: ماذا يعني مقتل الصماد لميليشيات الحوثي؟ وأشار الموقع إلى أن في أغسطس آب 2016 وبعد ما يربو على 100 يوم من المشاورات، اختار الحوثيون مشاورات الكويت التي أعلن المبعوث الأممي ضمنيا فشلها، في الوقت الذي أعلن فيه الإنقلابيون اليمن على حد تعبير الموقع تشكيل ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وأوكل إليه إدارة شؤون البلاد قبل أن يعلن تشكيل حكومة إنقلابية لاحقة. بحسب الموقع مشيرا إلى أن الحوثيون عينوا رجلا ينحدر من محافظة صعدة حيث معقلهم الأساس، وأوكلوا إليه مهمة ترغيب القبائل وترهيبها برفض المقاتلين أو دفع الأتوات. أما رأي اليوم نقلا عن رئيس التركي رجب طيب أردوغان: الحوثيون يعلنون مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بغار التحالف العربي في الحديدة يوم الخميس الماضي، وزعيم الحوثي يتوعد بأن مقتله لن يمر دون محاسبة ويحمل أمريكا والسعودية المسؤولية. وفي جريدة الرياض: قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة. وفي القدس العربي: وزير إسرائيلي حياة الأسد ستكون مهددة إذا سمح لإيران بشن حرب من سوريا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذا الصحافة العربية والعالمية أيضا ركزت على موضوع إدانة أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي أدان خلالها قصف التحالف العربي لعرسا في منطقة الحجة في محافظة الحجة في شمالية اليمن، والتي أودت إلى مقتل 33 قتيلا وإصابة أكثر من 55 جريحا. وللحديث أكثر حول ما يجري في اليمن وتحديدا إعلان الحوثيون مقتل الصماد في محافظة الحجة أيضا في غارة للتحالف، ينضم إلينا السياسي والمستشار الإعلامي سامي العلي. أهلا بك سيد سامي. إذا الصحافة العربية تحديدا ركزت على مقتل صالح الصماد للحوثيون، يعني لماذا يهتم الإعلام العربي بمقتل هكذا شخص، وما هي أهمية وماذا يعني هذا الشخص للحوثيين في اليمن؟ صالح الصماد هو يعني ما يسمى لدى الحوثيين رئيس الأمر الواقع، هو من يتخذ القرارات وهو من أبرز القيادات لدى الحوثيين جماعة أنصار الله منذ 3 سنوات، وخاصة وأنه يعني كان يترأس كل المؤتمرات وكان أحد أبرز المفاوضين
في خلال المفاوضات مع الحكومة الشرعية، ما تسمى الحكومة الشرعية اليوم، وكذلك يعني مع صالح في حينه. ولكن يعني الصماد إضافة إلى ذلك يعتبر الجناح القبلي لدى الحوثيين، وهو تيار معتدل داخل الجماعة، وارتقى مع السنوات، خاصة مع أنه كان يعتبر في المرتبة مرتبة وسطى في بداية الصراع ما بين الحوثيين والحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. لذلك يعني الصماد يعني كان كذلك من بين القيادات التي أدرجت في القائمة التي أعلنتها ونشرتها السعودية في العام الماضي، والتي يعني يأتي فيها 40 من قيادات الحوثيين التي أعلنوا عنهم أنها من القيادات المطلوبة والتي يجب يعني تصفيتها. لذلك إضافة إلى يعني عرف الصماد كذلك بتصريحاته الحماسية القوية، لديه قدرة على الخطابة والتعبوية كذلك. وأضف إلى ذلك أن صالح الصماد يعني كان هنالك لديه تصريحات في الفترة الأخيرة التي قال من خلالها وأعلن أنه يعني لا يستبعد أن يتم قصف السعودية بوتيرة كبيرة بصواريخ باليستية، يعني بوتيرة شبه يومية. إضافة إلى ذلك يعني هو كان مستهدف، لأنه كذلك له تصريح آخر، تصريح ناري وقوي، أنه قال لا يستبعد تصعيدا في البحر الأحمر في حال كان هنالك تصعيد أو أي تصعيد من قبل التحالف السعودي الإماراتي ضد الحوثيين في اليمن. نعم، ولكن نحن يعني في هذا الأمر. نعم نعم سيد سامي، وأيضا هنالك عناوين أخرى تطرقت إليها وسائل الإعلام، مثلا العربي الجديد تحدثت على أن هذا على أن الصماد كان معتقل لدى الحوثيون قبل أشهر، وبسبب خلافات داخلية بين الحوثيون والصماد. يعني ما مدى واقعية هذا الطرح؟ صحيح، يعني كان هنالك خلافات داخلية كما ذكرت سابقا. الصماد يعني هو منسوب للتيار المعتدل داخل جماعة أنصار الله المعروفة بالحوثيين، لذلك كان هنالك صراعات ما بين التيار المتشدد أكثر تشددا وبين التيار المعتدل، وكان هنالك أنباء عن أنه اعتقل وتم سجنه، ولكن رأينا بعد أيام قليلة جولته الميدانية في مدينة الحديدة، وهنالك حيث يعني اغتيل. هنالك كان هنالك له ظهور، وكذا كان هنالك له فعاليات ونشاطات التي يعني فندت كل الأنباء التي قالت أنه تم يعني سجنه واعتقاله ومن قبل الحوثيين بفعل الصراعات الداخلية. ولكن يعني ما يميز كذلك الأمر أنه يمثل، ذكرنا أنه يمثل الجناح، يكاد يكون أن الجناح المعتدل في هذه الضربة واغتيال الصماد يعني هو الخاسر الأكبر من هذا الأمر. نحن نعلم أنه تم تعيين خليفة للصماد وهو المشاط، ويعتبر كذلك من أبرز القيادات، أحد سكور القيادات العسكرية الحوثية، وكان كذلك يترأس أو نائب رئيس الوفد المفاوض قبل عدة سنوات.